مشاهدينا الأحباب مستمرين وياكم. اليوم راح نتنقل في كل محافظاتنا الحبيبة، كنا الصبح مع نصير سلام في بغداد الحارثية، لكن اليوم راح نروح للحلة الحبيبة محافظة بابل، وأيضا نشوف بالفترة الأخيرة في بابل كثير من المشاريع الحديثة اللي ظهرت، منها المولات وأيضا ترميم الأسواق، لكن تبقى لها طابع جميل في الحلة هي الأسواق تكون القديمة. لكن اليوم زميلنا علاء الجراح تواجد في أحد الأسواق الحديثة في بابل. صباح الخير علاء، وأيضا من خلال جولتك حابين نتعرف على كثير من التفاصيل في تواجدك في الأسواق. صباح الخير صابرين، وصباح الخير على زميلنا أحمد، وصباح الخير على كل مشاهدي قناة العراقية وعلى العراق جميعا. طبعا من بابل الحبيبة مثل ما ذكرتي، احنا اليوم نصبح عليكم في أسواق بابل. بابل جميلة جدا، بابل بحضارتها، بابل بعراقتها، بابل بجمالها، بابل بحيويتها وبناسها. طبعا احنا اليوم في أحد أسواق الحلة الجميلة في مركز مدينة الحلة بالمحافظة، أسواق كبيرة وتحتوي على الكثير من البضائع ومدعومة بالسعر لطبقة عوائل الفقراء والمتعففين وغيرها. لذلك اليوم ارتئينا أنه نشاهد هاي الأسواق ونتجول ما بين كل هذه المواد، وراح نقول أول واحد نقول السلام عليكم. السلام ورحمة الله. الله يسلمك. هاي بالصدفة اليوم احنا جينا شفناك للسوق، شلون المسواق هنا يمكم؟ والله مسواق مول يعني يجمع كل اللي تحتاجها البيت. دائما يعني تحتاجون المول هذا؟ هو احنا قريبين علينا ونجي لي هنا، هو مسواقنا كله منا. تمام، مسواقكم كله منا؟ كله منا. مرتاحين؟ الحمد لله. الحمد لله. الناس طيبين وتعامل جيد. صحة وعافية. الله يسلمك يحفظك. الله يبارك حياك الله. شوف الحجيه، نقول حجيه السلام عليكم. عليكم السلام. شلون احوالك؟ الله يسلمك. تسوقين؟ والله شوف دا اقول لك، احنا خلينا نكون واقعيين. لا حد متلون. نعم. نريد إذا عاد تجي لي هنا. تمام. هنا بغداد وغيرها. تمام. ليش هاي معدومة؟ مو عراقيين؟ تمام. مو مواطنين؟ هسه لما تطبون لما المال هم كان ما طبيتوا أنتوا. تمام. صح. هي مو تمام تمام. لا لا، نريد واقعيا. حجي حجي، هذا واقعي، احنا ننقل مباشر. ننقل مباشر. ال تسوقتي هسه؟ سوقتي؟ اي سوقتي. صحة وعافية. علاء اي ليش؟ شلون المسواق؟ المسواق غالي. ليش؟ نعم. 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 نعم نعم صابرين. راحت شنو حابة توصل يعني اليوم على ارتفاع نعم الأسعار؟ نعم صابرين. بس اسألها، هي حابة توصل على ارتفاع الأسعار، شنو المشكلة اللي عندها الحجية؟ يعني ما أعرف الحجية تقول لك ارتفاع الأسعار، لكن الأسعار هنا مدعومة 100% يعني. لا مو قضية هنا. ها مو هنا يعني. بالمخضر. ها تقصد أنه الأسعار ربما بالمخضر أو غيرها في خارج المكان هذا. نعم. لكن هذا المكان الأسعار مدعومة هنا يكون يعني. يا عيني صح. كلهم يقولون. نعم. أكو واحد يقول أنا بقيت، يقول انهبت. نعم. خلينا إحنا ماكو وقعة ومصداقية، مستحيل أكو. صح وعافية. مستحيل. بس أنا. اللي طلبي شنو؟ اللي أطلبه. تجي هنا قنوات. ليش لازقين بباقي المحافظات الحلة معدومة؟ احنا موجودين، الحجية موجودين، احنا هاي قناة فضائية وياك. يا قناة هذه؟ قناة العراقية هذه. العراقية. ليش بغداد مثل هنا بغداد وغيرها؟ صحة وعافية. صحة وعافية. صحة وعافية. صحة وعافية حجية. خلينا نقول شكرا حجية لك، وان شاء الله يا ربي صحة وعافية وسلامة ان شاء الله. اكو الله. الله يسلمك، يعطيك العافية. رحم الله والدك. ممنون 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 ممنون. اذا احبتي المشاهدين خلينا نتجول ونشوف الشباب هنا، نقول السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عمودي هنا بالمول. موظف هاني بالمول. نعم. شلون الاسعار عندكم؟ الاسعار اصلا مناسبه جدا لكافه انواع العوائل، يعني العائله الفقيره يعني موفرين كل الاحتياجات باقسام، الاقسام كلها موجوده، احتياجات المنزل العراقي هسه البيت العراقي شي يريد يعني يجي هنا للمول او السوق، شي يريد موجود من غذائيه، من منزليه، من منظفات، من كل شيء، مخضر، اقسام الحلويات، ومدعومه بالاسعار والعروض مستمره بدون توقف. يعني عروضنا احنا كل فتره عرض، مستمرين بالعروض. نشوف احنا الاقسام الباقيه. تعال الجو ويانا، خلينا نشوف الاقسام الباقيه ونشوف. هذا يا قسم اللي احنا بينان، هذا قسم البرادات، وراح نشوف اول مشترك لنا. السلام عليكم. السلام عليكم. الله عزيز الله يحفظك. صباح الخير. شو شفت الاسعار هنا؟ والله خير من الله، زين. هو مول. اي والله. طبعا من هذا المول دائما. والله تعاملهم شلون وياكم؟ جيد جدا. الاسعار المواد متوفره؟ زينه، كل شيء متوفر. مواد حلوه ورخيصه. تمام. كل شيء عالي عالي. صحه وعافيه. شكرا لك. شكرا، حياك الله. خلينا ننتقل الى طبعا الى
موجودين متوضعين اكثر من واحد. السلام عليكم. اريد اكلم هنا شويه، اريد اسولف وياك شويه. كل مره الله يساعدك. الله يعزك. الله يخليك. كل جد تجي تسوق هنا؟ يعني كل اسبوع. كل اسبوع. لا شوف تليفونك بيدك خاف المره. اذا شوفهم مش يردون. زين انت تجيبهم دائما وياك العائله ولا تجي واحد؟ اي دائما يجون. تتوضع منا يعني؟ اي دائما نجي. تماما. لان اسعارهم حلوه مناسبه وكل شيء متوفر هنا. تمام. ايش تحتاج موجود. نعم علاء. اذا هي الراحه يعني واحد يجي هنا متعه وراحه. هم طشهم هنا. شكرا لك. موفقين ان شاء الله. نعم صابرين. نعم اريد اعرف ايضا من خلالك اليوم في محافظه بابل يعني بيع السيارات او البيع العقار او حتى في الاسواق اليوم البيع بالدولار او بالدينار العراقي؟ يعني ما بين الدولار والدينار العراقي، بس الدينار العراقي هو الغالب الاكثر على كل المبيعات تقريبا في اغلب الاسواق يعني. نعم انت متواجد بالمواقع ويعني التعامل كله يمكن اذا اروح للكاشير الان نشوف الاسعار بالدينار او نشوف الحجي هنا نقول السلام عليكم حجي. السلام ورحمه الله. انا نسال الله يعافيك ويسر عليك. سلمك الله. انت وحدك لو يحجي؟ والله واحد هنا جاي ناخذها. والله هيك طريق جاي مسيرين. الله يعافيك. شلون شفت المول تاع الثريدان شوي؟ والله المول خير من الله ورحمه ومناسب كلش. اسعاره مناسبه وهلها. ها؟ لا لا بالدينار. بالدينار العراقي والحمد لله جاي. نعم علاء. كل شيء موجود فيه. كل شيء متوفر، شنو اللي ببالك موجود. ونجي انا هسه جاي من كربلاء مو مش اسمه والله جاي. طيب جاي اتسوق واطلع. صحة وعافية إن شاء الله. الله يوفقك. نعم على. إذا متبضعنا الحجي من كربلاء يعني وجاي يتبضع من كربلاء لهنا. الأسعار بالدينار العراقي طبعاً وأسعار منخفضة جداً ومدعومة. نعم. ومتوفر كل شيء بهذا البون. نعم. نعم صابري. على يعني أيضاً تبقى الأسواق القديمة ما في بابل أو أسواق سدة الهندية إلى نكهتها الخاصة والجميلة، واليوم كثير من العوائل تذهب لهذه الأسواق إضافة للأسواق الحديثة اللي موجودة في بابل. نعم. نعم تماما. اسواقنا القديمه الان مفتوحه هي حاليا، لكن أكيد. هناك عمليه اعمار بداخل سوق الحل الكبير. نعم. وحتى الاسواق الاقضيه والنواحي الان حمله اعمار من قبل المحافظه يعني، لذلك ارتئينا نكون في اسواق حديثه وان شاء الله بالجايات باذن الله تعالى ننتقل للاسواق القديمه ان شاء الله. بها متعه وبها ان شاء الله تكون كل الحب لكل اهل الحل. اكيد على ان شاء الله في حلقاتنا المقبله تكون لك جوله في الاسواق القديمه وتكون ايضا مباشر من داخل الاسواق. شكرا لك علاء الجراح من بابل الحله الحبيبه. شكرا لك.